بتاخد هات مجانا وهات مجانا وكمان هات مجانا. هاي جايز، كيفكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. وانتم شوفوا فيديو اليوم جايز، فيديو اليوم شعر بيكون مجانا ومحدود، وكمان فيس مجانا وبوند شعر مجانا. طبعا هذه العناصر بتكون محدوده كمان، لكن الفيس بيكون مش محدود. المهم يا اصدقاء، قبل ان ننتقل للشرح، وحد الله يا جماعه الخير، لا اله الا الله وكسب صلاه على حبيب النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بنفس الوقت يا حلوين، اتمنى انكم تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه اذا كنتم مش مشتركين في القناه. ويلا سوا جايز، بنشرح لكم كيف الحصول على هذا الشعر المجاني وكمان باقي الاغراض المجانيه. يا حلوين، بالنسبة للشعر المجاني بتروح على هذا الماب. هذا الماب يعطينا شعر مجانا ومحدود. طبعا رابط الماب بترك لكم صندوق الوصف. جايز، عدد نسخ هذا الشعر بيكون 1000 نسخة. طريقة الحصول على هذا الشعر المجاني والمحدود نوعا ما هي مش صعبة، وإنما شوي مملة. هلا جايز بشرح لكم كيف بتحصلوا على الشعر المجاني والمحدود. أول ما تفتحوا الماب يظهر لكم في هذه الواجهة. طبعا جايز مثل ما بتشوفوا مكتوبة كلمة فري هون. هون يا أصدقاء شوي بيكون انترنت مع ضعيف. أوكي جايز، هلا ظهر معنا هذا الشعر المجاني. أول ما تفتحوا الماب جايز يظهر معكم هذه الواجهة. شو هي الطريقة مشان تاخذ هذا الشعر المجاني؟ أول شيء جايز، إذا بتكبسوا على هذا الشعر، أول مهمة معكم بيقول لك لازم إنك تكمل مدة 24 ساعة في هذا الماب، أوكي؟ بعدها جايز المهمة اللي تحتها، لازم بتجمع سرعة مليون نقطة من السرعة. طبعا جايز يعني انتم لازم تنتظروا مدة 24 ساعة، يعني اذا تخرج من الماب وبترجع كمان يعني الساعات مش الصفر معك، لا، انه بيحسبوا لك ساعات، اوكي يا صديقي؟ اما بالنسبة الى مليون سرعة، ما دام انت يا صديقي في الماب يعني السرعة تلقائيا تنجمع معك. هلا يا صديقي انه انا بعلمك وين بتلاقي السرعة. طبعا هذه السرعة جايز اللي هي ثاني وحدة اللي تحت، اوكي جايز؟ شايفين اصدقائي الحذاء اللي فوق؟ هذه هي السرعة تبعكم. طبعا يا حلوين، واذا كانت معكم السرعه بتزيد يعني بتصير الحركه مالكم اسرع بكثير، وبتفوزوا في هذه الباركودات. طبعا جايز، وهذا الشيء بيساعدكم على انه بتجمعون سرعه اكثر، اوكي جايز؟ بنفس الوقت اذا قستوا بيعطيكم عملات، وبتقدروا انكم تشتروا فيها حيوانات كمان. جايز هذه الحيوانات تقدر انكم بتساعدكم على سرعه الحركه اكثر، وبتجمعون يعني من طاقات السرعه يعني كثير، اوكي؟ فانت يا صديقي اول ما بتفتح الماب بتنتظر السرعه تزداد عندك، او انه تزداد عندك طاقه السرعه. بعدها بتروح على هذه الباركودات وتحاول انك تفوز. كمان يعطيك هدايا تحت، اوكي يا صديقي؟ وكل ما تفوز يا صديقي بيعطيك عملات تقدر تشتري فيها الحيوانات. طبعا الحيوانات جايز انه بتساعدكم على السرعه وبتزداد سرعتكم، اوكي يا صديقي؟ وبهيك انك يعني مش تبقى هيك منتظر في الماب يعني مده 24 ساعه، بتكسر روتين الملل، وبنفس الوقت انك بتجمع نقاط سرعه. لازم تكسب مليون نقطه. انت يا صديقي بتروح تشوف هذا الرقم اللي صاير يعني جنب الحذاء اللي فوق من يعني من الشعر، اوكي؟ اذا هذا الرقم زاد عندك 1000 معناها صار سرعتك كثير فائقه. هيك يا صديقي بتروح على الباركودات، وكل ما بتفوز في باركود انك بتفرغ هذه طاقة السرعة، وبهيك يا صديقي تنحسب لك نقاط السرعة. وان شاء الله يا اصدقاء بتقدروا انكم تحصلوا على هذا الشعر. طبعا كثير ناس استردت من هذا الشعر وباقي نسخ قليلة. اذا حبيت هذا الشعر وبدك تاخذه، انك يعني بتتحمل هذا الملل والوقت اللي تصرفه في هذا الماب، انت يا صديقي تروح على الرابط بتلقاه في صندوق الوصف، وبهيك يا صديقي تحصل على الشعر المجاني. اما بالنسبة لهذا الفيس المتحرك الكيوت، هذا الفيس عملته مطورة وقالت عنه انه مش محدود، بيبقى دائمي. طبعا جايز هذا الفيس نزل امبارح، وانا كمان نزلت لكم في المنتدى ونزلت لكم في قناتي في التليجرام. اذا اي شخص لسه بعد مش ماخذ هذا الفيس، بتلاقوا رابط الفيس بصندوق الوصف. مجرد ما بتكبس على الرابط بعدها بتكبس على استيراد هذا الفيس، ومبروك عليك الفيس المجاني. اما بالنسبة لهذه اكسسوارات الشعر جايز، هذه الاكسسوارات تنزل يوم 10 سبتمبر، يعني يا حلوين باقي يومين على نزولها. لكن المطور مش ذكر بتنزل عن طريق ماب او عن طريق رابط، ولا ذكر الوقت نزول هذه الاكسسوارات، فقط انه علم عن تاريخها. فانتظروا يا اصدقاء اول ما بينزل الوقت او بينزل يعني طريقه الحصول عليها كيف. كمان يا اصدقاء انا بنزلكم في المنتدى او في قناتي في التليجرام، او بعمل لكم فيديو طريقه نزولها. ولون يا حلوين بيكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى استفادة المقطع. كانت معكم نوبة دبتي، في امان الله ومع السلامه.